أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقد ضد أي تشريع جمهوري يهدد بإثارة الفوضى في الاقتصاد الأمريكي. وفي خطاب استعرض فيه رؤيته الاقتصادية في فيرجينيا، أشار بايدن إلى أن محاولات الجمهوريين في كونغرس لمنع رفع سقف الدين في البلاد يهدد بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، ومن شأنه أن يثير حالة فوضى في اقتصاد بلاده. انتقدت الصين بشدة منافستها التجارية للولايات المتحدة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية اليوم، متهمة واشنطن بانتهاك القواعد. وتحدث السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية، قائلا إن واشنطن أعلنت نيتها الطعن في حكم أصدرته المنظمة مؤخرا، خالصة إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن تنتهك القواعد العالمية. وقال السفير الصيني إن هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها منتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد. تعهد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو. وخلال خطاب له في بلومبرج بلندن، أكد وزير المالية البريطاني أن الوقت الحالي يتطلب مزيدا من خفض التضخم والتركيز على توفير الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، معترفا بأن النمو في بريطانيا أصبح أكثر بطئا. أعلن وزير العمل الفرنسي أوليفييه جوسو أن مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا كان ضروريا وعادلا، فيما أعلنت بعض المجالس المحلية إغلاق أبوابها يوم الثلاثاء القادم تضامنا مع ثاني يوم من الإضراب والتعبئة النقابية ضد مشروع تعديل نظام التقاعد.